السلام عليكم طلاب وطالبات الخامس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي. اليوم مثل ما وعدتكم راح نكمل تمارين الموجودة بكتاب الاكتيفيتي بوك، كتاب النشاط، على الحالة الثانية لإف الشرطية. احنا نذكركم إف الشرطية تدخل على ماضي بسيط، الجزء الثاني يكون ود أو كود أو مايت زائد فعل مضارع مجرد. خلي نشوف. إف شي بين قوسين have shorter hair, she look nicer. طلابي عيني، أي كلمة أو أي فعل موجود بين قوسين هو هذا معناه خطأ، المراد تصحيحه. أوكي، إف الشرطية هنا جاية بالبداية نهاية الجملة الأولى فارزة مثل ما وضحنا قبل. إذا رح يصير الفعل have رح يصير ماضي بسيط، حالة الماضي البسيط. هنا بالماضي البسيط مع فاعل يجينا شي ولا هي ولا ات ولا ذي ولا اي، لانه ماضي رح يكون حالة واحدة. اوكي، فرح نكتب اف شي الهاف تتحول الى هاد، ماضي البسيط، ونكمل ما تبقى من الجملة. الجزء الثاني رح يكون ننزل الفاعل شي ونخلي قبل الفعل اللي نعطيناه بين الاقواس، نوخر الاقواس ونخلي ود او كود او مايت، وننزل الفعل لوك لأنه هو بحالة المضارع المجرد اللي إحنا نريد مضارع مجرد، وننزل الجملة ما تبقى من الجملة. نمبر 2 you not be tired if you go to bed earlier. هنا بين قوسين عندنا not نفي، ونلاحظ إنه إف ما جاية بالبداية، جاي داخل على الجزء الثاني من الجملة. ماشي، إذا هذا الجزء راح يحتوي على would أو could أو might زائد فعل مضارع مجرد. ننزل الفاعل اللي هو يو، وننزل ود، ونضيف لها نوت مثل ما عدنا فوق، نفتح الأقواس وننزل نوت، وننزل الفعل مثل ما هو بي. You wouldn't be tired، لكنت لن تكون بهذا التعب if you went to bed early، لو ذهبت إلى السرير مبكرا. أوكي، الإف لو لاحظها بالجزء الثاني من الجملة يجب أن تدخل على فعل ماضي، لذلك أنا حولت الجو إلى وينت ونزلت ما تبقى من الجملة. طلاب هنا أريدكم تنتبهوا لي، طبعا رح أرجع وأكد أنه أقول أنه التمارين هاي صفحة 110 و111 و112. أوكي، انتبهوا لي على الجملة رقم 3، كاتبت لكم أنا هنا نفي بالماضي البسيط قدام رقم 3، نفي بالماضي البسيط، وبالفعل لأنه هي الحالة الثانية نفي بالماضي البسيط. زين، انتبهوا لي. if he بين قوسين not smoke he be a lot healthier، لو لم يكن يدخن لكان ليكون بصحة أحسن. زين، أريدكم تنتبهوا لي. هواي من الطلاب والطالبات سألوني ست أنت ليش حليتي بهاي الصيغة؟ الحل كالآتي: if he أنزلها، أوخر الأقواس وأنزل الفعل did زائد not زائد الفعل smoke. زين، طلاب سألوني هنا على الحل مالتي، ليش ما حليتي sit wasn't، ليش كتبتي didn't؟ أول شيء أنا عندي نفي بالماضي البسيط. زين، نفي بالماضي البسيط شلون ننفي؟ ننفي بdid did not. أوكي، أنا نفيت. أكو سبب ثاني واللي هو أهم من هذا السبب الأول، اللي هو شنو عيني؟ أنا عندي هنا الفعل smoke، عندي الفعل smoke، لأنه فعل فاستخدمت didn't. أوكي، هسا راح أقول لكم أنا شو وقت راح أستخدم was أو wasn't. أوكي، لأنه عندي فعل فأخلي قبله بيش أنفي الفعل، أنفي didn't. زين، الجزء الثاني ما الجملة راح يكون be would أو could أو might. he would be a lot healthier، ينزل الفعل بي مثل ما هو لأنه فعل مضارع مجرد. كمل التمرين رقم 4. What you do if you find 3 million Iraqi dinars in the street؟ ماذا ستفعل إذا وجدت 3 مليون دينار عراقي في الشارع؟ زين، هنا عندي ماكو عندي جملتين، هنا عندي صيغة السؤال بادية بوات. أوكي، إذا لازم أنتبه، وعندي question mark أيضا، علامة الاستفهام دلالة على إنه هذا اللي عندي سؤال. الحل رح يتغير، الحل ما رح يتغير، بس مجرد إنه أقدم الود على الفاعل، ماشي عيني، على مود أكمل صيغة السؤال. الوات رح تنزل مثل ما هي، أفك الأقواس، يودو ما أنزلها رأسا، يودو إنما أقدم
would على الفاعل، فرح يصير what would you do، ما الذي سوف تفعله. أنا قلت الجزء اللي داخل عليه في الشرطية راح يكون بصيغة الماضي، الجزء الثاني راح يكون would أو could أو my زائد فعل مضارع مجرد. بما أنه هذا الجزء اللي هو بصيغة السؤال ما بي if، لحد هسه احنا ما ذكرنا if، فراح ياخذ would you do، والفعل do يبقى مثل ما هو لأن فعل مضارع مجرد. نكمل الحل، if هسه اجتي ف if راح تدخل على فعل ماضي بسيط، الفايند راح اقلبها الى فاوند وانزل الكويستشن مارك ما تبقى من الجمله والكويستشن مارك. نمبر 5، if you have wings where you fly. طلابي انا سبق وقلت لكم، قلت لكم الحاله الثانيه هي حاله نستعملها كانه للخيال، يعني حالات غير موجوده اوكي، ومن ضمنها ايضا نقدر نستعمل اف الشرطيه الحاله الثانيه للتمني اوكي، نتمنى بيها اشياء هي لا يمكن ان تكون بالمستقبل. زين هنا انا اف دخلت لي بالبدايه، وايضا لو نلاحظ موجود عندنا question mark يعني المطلوب بالجزء الثاني سؤال. ماشي ايش راح اسوي هسه، اني انزل الاف مثل ما هي وانزل الفاعل يو. زين الهاف راح تصير ماضي لان انا قلت الاف الجمله اللي بيها اف راح يكون فعلها ماضي، فراح تكون ماضي هاد وينجز اكملها، وايضا الفارزه انزلها واروح على الجزء الثاني من الجمله اللي هو بادي بكويستشن مارك وير، وراح استخدم would you fly وانزل كويستشن مارك. اذا الحل يكون if you had wings where would you fly، لو كنت تملك اجنحه اين كنت ستطير. طبعا هاي حاله من الخيال غير موجوده بالمستقبل. ماشي رقم 6 أريدكم تنتبهوا لي، إحنا رقم 3 حكينا استخدمنا didn't لأن عندنا وراها فعل smoke. رقم 6 أريدكم تنتبهوا لي عليه. زين everybody like him if he not be so bossy. bossy متسلط مترأس متحكم صفة أو اسم. زين أكثر شيء نستخدمها إحنا كصفة، أنزل everybody هذا طبعا الجزء الثاني مال اف الشرطيه، ما داخله هنا اف بالبدايه، اف داخله على الجزء الثاني. everybody تصير would او could، انا هنا استخدمت could بس مجرد التغيير. everybody could like تنزل مثل ما هي لان فعل مجرد. everybody could like him كل شخص كان سيحبه لو او اذا كان اقل تسلطا. زين if he افك الاقواس وانزل قبل ما انزل النوت اشوف ايش راح اخلي، ايش راح اخلي. انتبهوا لي اني لانه عندي هنا صفه والصفه هي اصلها اصل الصفه انه مو فعل، هي اسم وانما صفه لوصف الشخص. لانه اني عندي هنا صفه فراح استخدم was wasn't اوكي، لانه عندي نوت راح استخدم wasn't. لو عندي فعل هنا، لو عندي مكان الصفة هنا عندي فعل كان استخدمت didn't، ماشي عيني، فلذلك راح استخدم wasn't so bossy. أوكي. أرجو إيقاف الفيديو وكتابة الملاحظة لأن هاي جدا تفيدكم بالحل. Number 7 I tell you the answer if I know it. الجزء الأول ما بي إف، إذا رح ياخذ would أو could زائد فعل مضارع مجرد، أفك الأقواس وأنزل الفاعل I واستخدمت هنا could براحتكم تريدون could أو would أو might، وأنزل الفاعل tell لأنه هو فعل مضارع مجرد. أروح على الجزء الثاني اللي بي إف، النو صير فعل ماضي new، ولهنا كمل أول تمرين ويانا. نكمل طلاب مع التمرين الثاني لإف الشرطية، خلينا نشوف الإكزامبل. If a shop's assistant give you too much change by mistake, what you do? أول شيء if الشرطية نذكر إنه if الشرطية إذا وجدت بداية الجملة أو أي مكان بدايتها أو بالجزء الثاني الجملة فهي تدخل على ماضي بسيط، والجزء الثاني اللي ما بي if يكون would أو could أو might زائد فعل مضارع مجرد. هنا if جايتنا بالبداية فلازم يتحول الفعل give إلى gave بالماضي. زين نروح للجزء الثاني واللي يحتوي على الأداة، أداة السؤال what بحالة السؤال، إذا لازم تسبق would
الفاعل، فرح يكون الحل what would you do that question mark. نروح على نقطة 2. If the waiter forget to give you your bill، إذا النادل نسى أن يعطيك الفاتورة at a cafe في المقهى، you tell him، وهنا question mark إذا الرايد هنا سؤال. خلي هسا نحل الجزء الأول، نحول forget إلى forgot بالماضي واللي وجوده في الشرطية. الجزء الثاني هنا question mark، إذا لازم تسبق الود الفاعل، فرح يصير would you tell him، would you tell him with a question mark. 3. If you find 2 million Iraqi dinars in the street، إذا وجدت 2 مليون دينار عراقي، you take it to the police station question mark. خلينا نحل الجزء الأول اللي يحتوي على if، نحول الفعل find إلى found، أوكي، لأنه بالماضي. الجزء الثاني راح يكون لين عندي هنا question mark، إذا المطلوب عمل سؤال، فرح أخلي قبل الفاعل اللي هو you أخلي would you take، أوكي، هنا نخلي يساوي دلالة على أنه take نزلتها لأن هي فعل مضارع مجرد، يصير الحل would you take، ونكمل ما تبقى وننزل question mark. Number 4. If you see your friend cheating in an exam، إذا رأيت صديقك يغش في الامتحان، what you do question mark، أيضا سؤال. نجي على بدايته if الشرطية، إذا نحول الفعل see إلى saw بالماضي ونكمل الجملة. نروح على الجزء الثاني what you do، صيغة السؤال، أنزل أداة what وأسبق الفاعل ب would، إذا يصير الحل what would you do that question mark. أنا هنا كاتبة عليها هاي النقطة خبيثة ومهمة، خلينا نشوف ليش. if a very rich friend، إذا صديق غني جدا، lend you 50 Iraqi dinars، إذا صديقك الغني جدا داينك 50,000 دينار عراقي، and forget about it، ونساهم، you keep quiet، هل ستبقى صامت، or you remind your friend، أو ستذكر صديقك. الجزء الثاني بـ question mark. هسا نروح على الجزء الأول، نحول الفعل اللي بين الأقواس lend إلى lent، أوكي، هاي أهم نقطة، نحوله إلى الماضي. كمل الجزء الأول. الجزء الثاني زين، قبل ما نروح للجزء الثاني شباب انتبهوا لي، عندي هنا أيضا فعل forget، مدام هو بعده بالجزء الأول إذا أيضا راح يتحول يصير forgot. هنا أنا ناسي أكتب، يتحول إلى forgot، أوكي، ما ننسى لأن هو بعد بالجزء الأول من الجملة. الجزء الثاني you keep quiet، ونكمل الجملة question mark، نخلي قبلها شنو، نفك الأقواس ونخلي would you keep quiet or would you remind أو remind your friend، okay، would you keep quiet or would you remind your friend، أو هل ستذكر صديقك. 6. if you crash your scooter into an expensive car، لو صدمت دراجتك الصغيرة into an expensive car، بسيارة غالية، and nobody see you، ولم يراك أحد، what you do، أيضا question mark. if موجودة بالجزء الأول، إذا نحول الفعل اللي بين القوسين إلى الماضي، هنا ما رح نحتاج نحوله، فقط نضيف ايدي لأنه من الأفعال الغير شاذة القياسية اللي تأخذ ايدي. crash يصير crashed، أوكي. نروح للجزء الثاني، أو قبل ما نروح للجزء الثاني عندنا أيضا الفعل سي بعد بالجزء الأول رح يصير so C-A-W، هاي مهم جدا طلاب، أوكي، أنا ما أعرف ليش ناسي هنا أنا أكتب. المهم نكمل الجزء الثاني بأداة السؤال اللي هي what، رح يصير what would you do، what would you do. 7. you read your sister's or brother's letters، أنت قرأت
رسائل أختك أو أخوك and diary المذكرات الشخصية. If you find them in their cupboard بالخزانة. Okay. Now عندي question mark. عندي question mark. إذن لازم السؤال كله يبدي بquestion mark بالبداية. Okay. If داخلة على الجزء الثاني من الجملة نجيها بعدين. إذن الجزء الأول لازم يحتوي على would. هنا نشرح نسوي نقدم would على الفاعل لأنه عندنا صيغة السؤال من البداية. فشي صار الحل يصير would you read ونكمل ما تبقى من الجملة وأيضا find نحولها إلى found. ليش حولنا find إلى found؟ لأنه if الشرطية موجودة بالجزء الثاني فإف لازم تدخل على فعل ماضي حولناها found ونكمل ما تبقى من الجملة question mark. أوكي؟ الأخيرة how you feel if you كيف ستشعر if you lose your bag containing إذا فقدت الحقيبة اللي تحتوي على 50,000 إيراكي دينارز كيف ستشعر؟ هنا question mark وعدي أداة بادية بالهو فرح الجزء الأول ما بي إف الشرطية يحتوي على would رح يصير how would you feel. أوكي عدي إف الشرطية بالجزء الثاني lose يصير lost ونكمل ما تبقى ويا question mark. لهنا كملت تمارين في الشرطية.